السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف البيم اكستيوشن بلان ده سامبل عليه. معكم عمر سليم، انت بتتفرج على قناة بيم اربيا. طيب ده مثال، لازم اسم المشروع يكون موجود والعنوان بتاعه والرقم بتاعه والتاريخ، وممكن يكون الرقم بتاعه ليه أكثر من رقم، رقم عند المالك ورقم عند الاستشاري ورقم عند المقاول. لو واحد مفيش مشكلة، بس ممكن يكون ده أول مشروع للمالك فمسمي رقم واحد، عند الاستشاري ليه رقم تاني. فلو الرقم مختلفة الأفضل إن أنت تكتب الأرقام المختلفة ديت. طيب هنبدأ نتكلم على الـ Delivery Manager. بنبدأ نحط أطراف المشروع، يعني اسم كل شركة واسم الشخص اللي بيمثلها وهو بيمثل إيه. يعني مثلا شركة كذا أو الجامعة الفلانية بيمثلها فلان، دكتور نشوان داود أستاذنا وهو من العراق. يعني دي أسامي حقيقية list of tables، الجداول اللي هنلاقيها المعلومات كاملة بقى عن المشروع، الوصف المشروع كم دور عبارة عن ايه كم area. وبعد كده بيبقى البروجكت بريف، ملخص على المشروع، بيقول لك بص على الاي اي ار. ممكن ناس تقول لك خلي الاي اي ار كله جزء من البيمتشن بلان، نحط كل المعلومات هنا بدل كل شوية تقول له روح للاي اي ار. الاي اي ار امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، اللي هي الحاجات اللي الملك عايزها، دي ورقة بنعملها قبل ما بنعمل البيم اكستيوشن بلان. بعد كده دي الرولز، فهنا بنكتب الرول كومباني النيم التليفون والايميل بحيث لو في اي مشكلة اعرف اتصل بيه. وبعد كده الرولز الوظيفة والاسيرتي بتاعتها، وده المايلستون بتاعت المشروع، يعني في تاريخ كذا المفروض هنبدأ كذا، في تاريخ كذا نبدأ المرحلة التانية، في تاريخ كذا المفروض تساعدني كذا، في تاريخ كذا هنبدأ نخلص المشروع. الستيج بتاعت المشروع، كل ستيج اللي المفروض أسلم فيه، والـ LOD اللي هي ليفل اوف ديفلوبمنت اللي أنا بطور فيه الموديل. وبعد كده أبروفال انفورميشن، أخدنا الأبروفال على الموديل على الدروينج. أجري بروجكت بروسيس كومباني سوليوشن نتورك. بعد كده هنا بقى بنتكلم على الموديل، مثلا الإنشائي، ايه السوفت وير اللي هنشتغل بيه، ايه الناتف فورمات، يعني الامتداد الأصلي بتاعه، ممكن تحوله لكذا حاجة، بس ايه الملف الأصلي اللي انت شغال عليه، اكشنج فورمات بيبدل بينه وبين البرامج الأخرى، هتديني ايه منه، دي دبليو جي، اي اف سي، بي دي اف. بكل مرحلة من مراحل المشروع، من أول بريف، كونسبت، ديفينيشن، ديزاين، بيلدينج، أند أوفر، الأوبريشن، كل حاجة، الأناليسيز مثلا، البرامج اللي بتستخدمها، يعني كوست بلاننج مثلا هتستخدم برنامج اسمه كوست إكس، الإمتداد بتاعه إي إكس إف، بس هنتبادل أو هتدولي على أي إكسل. وبعد كده ده تاسك انفورميشن دليفري بلان، كل حاجة الموديل الدرون تايتل بتاعتها، الامتداد اللي انت هتديهولي، هتديهولي في كل مرحلة بتاريخ ايه. وهنا ده البي اي ام اوريجن اند اورينتيشن، الاتجاه ناحية الشمال وناحية الجنوب والشرق والغرب والحاجات ديت. طريقة تسمية الملفات، يعني أول حاجة هنكتب مثلا او اكس، ده اسم المشروع، شرطة المنظمة بتاعت المشروع، شرطة الزون، وبعد كده شرطة الليفل، بحيث أول ما أشوف الملف أعرف ده بيتكلم عن إيه، ده بيتكلم عن التاني. مثلا هو ده سبيل المثال البروجكت نيم اس كي بي، الأورينتيشن البي دي سي، وبعد كده الزون، ما عندناش زونات فخليناها 00، الليفل تبدأ تكتب ليفل 1 ليفل 2 وهكذا. الطيب طبعا بقى في جداول، بحيث مثلا ايه المعماري هياخد حرفين اي ار، الانشائي هياخد حرفين اس تي وهكذا. وهنا بقى دي حاجات الانبوت والاوتبوت، الملف المفروض هيخرج بتاعه عامل ازاي. فهنلاقي هنا ده البروجكت نيم اهو اس دي كي، وبعد كده اسم العمل الحاجة، هنديله مثلا اختصار
البي دي سي مثلا، الزون حسب الزون، التايب، السبيسيفيكيشن وهكذا، وهيخرج معايا الملف بالشكل ده او اسم الملف بالشكل ده. ده هنا اسم الحاجة، مثلا University of Reading، University of Ecuador، كل واحدة بيبقى ليها اختصار معين. وبعد كده معلومات عن المشروع، ده الفوليوم بتاعه، ودي الحدود بتاعتي، الشوارع اللي حواليا، الارتفاعات، ليفل اوف لوكيشن، مثلا جي اف باك جراوند 00 حسب بقى الليفل، 01 الدور الاول الثاني، البيزمنت، البيزمنت 1 2 3، الميزانين لو عندي اكثر من ميزانين هياخدوا الارقام، الفايل تايب اي اف يبقى انيميشن فايل، سي ام يبقى كومبايند موديل، وهكذا. الديسيبلين المعمار مثلا هيبقى اركتكشر، حرف الاي، الاف فاسيلتي مانجر، الاي الكتريكال انجينير. وبعد كده دي الاختصارات بتاعت الديسيبلين كود فور ذا بروجكت. الترقيم، الميتا داتا، ورك اون بروجريس، الاس زيرو معناها ان احنا لسه ورك اون بروجريس. في الشيرد نبدا بقى نحط اس 1، وبعد كده لو هي الانفورميشن اس 2 اس 3 اس 4 كونستراكشن ابروفر اس 5 اللي السيتابل اوف مانفاكتشر، وهكذا. كوستنج دي 1، لكل مره هنطلع اللوحه هنبقى عارفين دي طالعه ليه، هل هي طالعه للتندر ولا طالعه للكوستنج. التندر تبقى دي 2، لو طلع للكونتراكتور ديزاين هتاخد دي 3، وهكذا. طريقه تسميه الليارات، درونج شيت تمبليت، لو احنا هنطبع اي 0 هناخد الشيت فايل نيم بالشكل دوت، طول العرض بتاعتها. السكيلز مثلا واحد لألف ده هيبقى ليه، الواحد لمية هيبقى ليه، وهكذا. البرامج بنبدأ نقول مثلا الريفت هنشتغل على 2019، كل برنامج ايه اللي الزر هنشتغل عليه. ده الملحق اكسامبل اوف ديليفرابل اكسبكتد، ده المتوقع ان هو يستلمه. ده مثال للبنكشن بلان، ممكن تعمل حاجة أحسن منها إن شاء الله.